بدأت مرحلة جديدة من المواجهات في الموسم التاسع من نجوم العلوم. اليوم سيحدد مصير ثلاثة مشتركين. لجنة التحكيم تتقدم بثبات. البروفيسور فؤاد مراد، الدكتور خالد العالي، الدكتور عبد الحميد الزهيري. ولقاء الود يتجدد في هذا الموسم مع خالد الجميلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عشاق العلوم. اليوم ندخل مرحلة جديدة، تصفيات بناء النموذج. هذه المرحلة دقيقة وصعبة، وضيفنا اليوم عاشها وخرج منها منتصر. معنا نجم علوم الموسم الثاني لنجوم العلوم صادق قاسم. مريت بحياتي بمحطات كثيرة، بس نجوم العلوم غير مسيرة حياتي. صادق قاسم الكويت. كنت هاوي في النادي العلمي الكويتي، لكن الحين دخلت مجال الاحتراف. 2010 ولادة جديدة لي. مو بس نجوم العلوم علمني شلون أكون مختبر، علمني أيضاً أني أكون رائد أعمال. حصلت جوائز عديدة في الاختراعات، جنيف، أمريكا، اليابان، واختراعي الجديد دخل الأسواق بقوة. المعرفة التكنولوجية في الكويت تحتاج إلى توعية. عندي مسؤولية شباب مبتكرين أساعدهم في تحقيق أحلامهم، وفي كل مشروع جديد أنا قاعد أنطلق فيه من البداية. حياك الله صادق قاسم، المشترك الكويتي الفائز بأحد مواسم نجوم العلوم معانا اليوم. ترجع مرة ثانية لبيتك في قطر، استوديو نجوم العلوم. أقول لك حياك الله أول شيء. الله حيك، الله يسلمك. شو أخبارك اليوم؟ رجل أعمال، مبتكر، مخترع، ولا موظف حكومي، إداري؟ كل هذا مع بعض. الحمد لله من بعد برنامج نجوم العلوم توظفت في مركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع، رئيس قسم تطوير الاختراعات، وأيضاً فتحت شبكة لتطوير المنتجات حق القطاع الخاص بالكويت. والآلية اللي تعلمتها من برنامج نجوم العلوم هي استخدمتها ووظفتها الشركة مالتي، وقعدت أشتغل على القطاع الخاص. نرجع فيك لبرنامج نجوم العلوم. بين الجد والهزل هي لجنة تحكيم، وفي بعض الأحيان يقال أنها لجنة تحطيم. صادق، شو رأيك؟ هي لجنة تحكيم صحيحة، ولجنة تحطيم حق اللي ما يكون صادق مع نفسه ويكون مقتنع أن هذا مو رأي جاي يطرحه، هذه تجربة حقيقية. أتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. على العموم صادق، اليوم معنا ثلاث مبتكرين يحضرون نفسهم لمواجهة لجنة التحكيم. أعضاء هذه اللجنة جاهزين أيضاً بعد اجتماع مع الخبراء للاطلاع على تفاصيل المشاريع المتنافسة. تقرير وفاصل قبل المواجهات. عندنا مجموعة خليجية بامتياز. في عندنا محمد من قطر، وسام من السعودية، وأحمد من الكويت. في عنا تصميم صناعي صحيح، وإنما كمان في أداء هندسي. شو عملوا برأي مشرفين على الاختراعات تبعهم؟ اثنين من الثلاثة رح يضلوا. So we're gonna start with أحمد نبيل. This cannot be tested except in real life. Don't know if it works like a laparoscope. It does work like a laparoscope. Says who? محمد الجفيري. من بعد كل هالشغل والتعب رح نعرف كل شيء بساعة. I want to ask a simple question actually because I haven't seen it working. Did we preserve that function? For this project and this time frame, we need to focus on what is possible. Wissam, what kind of demo can you do right now? اليوم عم دافع عن مشروع كأني عم دافع عن مشروعي مش عن مشروع حدا تاني. How receptive was the subject with regards to that as opposed to them seeing a video of somebody doing the same? إن شاء الله الجادجز يشوفوا ويقيموا مين اشتغل مين ما اشتغل. لازم كمان نسمع للمتسابقين. عندي أنا بعض الأسئلة اللي هي بتحسم الموضوع بالنسبة لي أنا. حابب شوف كيف يدافعوا عن أفكارهم وعن منتجاتهم وشو أثبتوا هون بشهرين. أهلاً بمتابعينا أيضاً على موقع البرنامج starsofscience.com وصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً تويتر. تشير الدراسات إلى أن عدد الأطفال الصم في الوطن العربي يتخطى حاجز 150 ألف طفل،
ويشكل تعليمهم تحدي تربوي كبير. محمد الجفيري قرر دخول التحدي واقترح حلا له. اليوم نتعلم موضوع جديد. انتبهوا. هذه عائدة، والتعلم يتطلب منها طاقة كبيرة، فلغة الإشارة معقدة وصعبة. عائدة تحتاج وقتاً ومجهوداً لإتقانها. لتسهيل عملية تعليم الأطفال الصم، محمد الجفيري ابتكر روبوتاً لمساعدتهم. بأسلوب تعليمي تفاعلي يصحح الروبوت أخطاء عائدة، وفي الوقت نفسه يكون التعليم سهلاً وممتعاً. مع ابتكار محمد، تعلم أسرع وتواصل أفضل. هون في منافسة، والاقتصاد المستقبلي هو اقتصاد تنافسي. المنافسة صعبة كثير، لكن إن شاء الله أكون واحد من الفائزين. محمد الجفيري شخصية معروفة في قطر، متعدد الألقاب والمواهب، كاتب، مؤلف، ومدرب في إعداد القادة. بقي عليه توظيف خبرته في ابتكار نافع للمجتمع. أنت قيادي وأنا قيادي، وأنا ما رح خليك شعري أبيض لأنه تزيح عن المهام. عندك شهرين ما في تأليف ولا في محاضرات ولا في تدريب. في محمد بده يقعد مع الفريق تبعه ويعطينا اخر شيء منتج فعال. I am following you. So you have a project for the people who are hearing impaired. بسوي روبوت للاطفال. انا روبوت. محمد سيحولني الى لعبه تفاعليه تعلم الاطفال الصم لغات الاشاره. عشان احول هالروبوت من روبوت عادي الى لعبه تفاعليه للاطفال في تحديات جدا صعبه. We have two systems set up. First is navigation. We have mobile platform, which is transporting the now robot. And this we're going to use on the turtle bot. Two is human machine interface. إذا الشخص عمل حركة معينة من خلال الكاميرا، نقارن هذه الحركة في الحركة الأصلية اللي في قاعدة البيانات اللي عندنا. فإذا كانت معمولة بشكل صحيح، الروبوت راح يقول له صح بلغة الصم. أما إذا كان عملها بشكل خاطئ، فراح يقول له صعبة. شوف، تخيل شلون الروبوت يعرف الجستشرز. ولكي يستطيع الروبوت تحريك يديه، على محمد أن يعرف بناء الخوارزميات وماهية الأدوات اللازمة للروبوت. All our effort should be in this. Yes, this is the most important part. This is going to give you the wow effect. Yeah. The first solutions that we had thought about was using a Kinect for ciphering or taking apart the motion. غين فاء إيفاء الثاء ثلاث نقط. في شيء غريب. الكنكت won't be able to detect. It detects a human, but it doesn't detect fingers. ما لقينا حل ياخذ بالضبط حركة الأصابع. دكتور دانييل قدم حل هو عبارة عن artificial intelligence. إلى اليوم هذا أفضل حل وصلنا له، لكن أيضاً أنا مش راضي عنه. أنا أول ما جيت البرنامج اقترحت سوليوشن، أنا لحد الآن مطمن من الطريقة اللي أنا اقترحتها وقاعد أشتغل على بلان بي. Yeah, this is plan B. Plan B, I mean, where are you going to connect this bulky thing? How are you going to connect it on your robot? Kids will be scared of it. They won't like it. هاي الإيد كلياتها قد حجم الروبوت كلياته، ولا معقول إنه هيدي تفوت مع السيستم الحالي يعني. Is it going to give you an advantage for your demo or is it going to make your demo worse? Today, you're going to see that the arm is on the couch. So I think that's kind of the psychological recognition that Plan B is out. عاد محمد لخطة العمل الأولى، وكل أماله معقودة على تفاعل الأطفال الصم مع روبوته. إحنا اليوم نبي نجرب معاه عشان نقدر بعدين نطور هالشيء ونخلي يساعد وايد من الشباب. شلون بقى؟ تمام. بمجرد ما شفت الولد قاعد يلعب مع الروبوت وقاعد يسوي الحركات والإشارات، تحقق حلمي. هو كجهاز عمله يعني في فائدة ومساعدة للصم بنسبة عالية، ولكن في كان شوية مشكلات بتأثر على الجهاز. إيش رأيك في هاي؟ إيش رأيك؟
كويس؟ كويس. لعب وعلم طفلك. روبوت التعليم الآلي التفاعلي للأطفال الصم مع محمد الجفيري. السلام عليكم جميعا. محمد كان عنده أفكار كثير حلوة ومهمة أنه يخلق منصة تفاعلية للمجتمع اللي يعني خاطبه يتفاعل معه، وهذه شغلات مهمة ولكن ليست اختراع لنجوم العلوم. وكان من الصعب نتأكد أنه محمد منع أن يؤلف كتب ولأنه عن يعمل هالكوميونيتي بقلب نجوم العلوم. الهدف كثير منيح، وأنا بدي أعمل شهادة هون أنه محمد بخلال نجوم العلوم والورشة العمل التزم بالمهام اللي طلبناه منه. بقى رح نبلش دغري بالأسئلة محمد، إلا إذا عندك شيء إضافي للي نحن سمعناه واللي كان كثير واضح. A good leader is a good follower. فأنا حبيت إني أكون your first follower من أول سيزن بدأ فيه نجوم العلوم، وأنا لليوم أقول لك I am your follower and I am your fan. أنا بتشرف وهيدي شهادة كثير بعتز فيها، لأنك بتمثل جيل من الشباب الواعد والواعي لمستقبل الله راد كثير حلو. من صغري وأنا طالع الدكتور فؤاد من قبل الله يشيب شعره ويصير لون أبيض، وأنا قاعد أقول هذا هو الرول موديل، أتمنى من الشباب أن يقتدون فيه، لأني أنا أول واحد اقتديت فيه. شو رأيكم زملائي؟ هو فولوور لإلي، بدكم تشتغلوا تصير فولوور لحميد مثلاً، يعني في تحدي. أكيد في تحدي. محمد اللي حيفرق بين هو اختراع جديد ومفيد هو السر في كلمة واحدة، الانتر أكتيفيتي. لأنه بالآخر ممكن تجيب فيديو وتعرضه والأطفال يتعلموا منه، حتى سألناك هذا السؤال لو تتذكر. صحيح. سؤالي لإلك دلوقتي، قد إيه بتعتبر أنت هذا الروبوت، هذا البروتوتايب اللي أنت عملته في انتر أكتيفيتي ويفوق أن إحنا بس نحط فيديو قدام هذا الطفل؟ الروبوت هذا يساعد الطفل أنه يتعلم حركات جديدة وإشارات جديدة. هذا الروبوت إحنا قدرنا من خلال تجربتنا أن إحنا ناخذ عن طريق الكاميرا الإشارة عند الطفل ونقلدها. في الفيديو اللي شفناه كان في خطة ثانية وما مشيت عليه، ممكن تقول لي ايش كانت الاسباب هذه؟ دكتور خالد، احنا في بدايه البرايم الاولي قلت لي انا بحط لك نو لسبب واحد، ان انت ما تقدر تعمل اذرع تتفاعل مع الطفل، تذكر ولا لا؟ اتذكر. فاليوم انا ابي منك اليس لان سويناها. A good leader doesn't put all his eggs in one bag. And I always have a plan B, C, D to Z. المهم مش الكلام، المهم الفعل. انا حطرح عليك سؤال. تفضل. اليوم انت، انا برايي انك وصلت لدرجه من التفاعليه يمكن تحسنها. اذا شركه ابل تسوي كراشز فما بالك في بروتوتايب؟ اعطوه فرصه يعيش. لو الوقت سمح انك تعمل اكثر حتوصل فين؟ تخيل ان عندك ابن زعلان وهو مسكر الباب وقاعد في غرفته حزين، وانت تناديه وهو اصم وتقول له تعال تغدى، فالروبوت يعمل الاشاره للولد، فالولد يرد على الروبوت، فالروبوت يرد على الأم أو الأبو أنا زعلان. هذا اللي ممكن نوصل له من خلال هذا البروتوتايب. أنا عندي بعض الأسئلة تنتأكد أنك أنت قائد بالمجال اللي اخترته. You are more than welcome. هيدي الشنطة على ظهره شو هي؟ هذه مسند ولا شو؟ هذه عبارة عن كفر داخله البرين لهذا الجهاز اللي هو اللابتوب. أوكي. فعلياً هذا البروتوتايب يعتبر ألفا. في النهاية إحنا ما راح نستخدم هذا اللابتوب، بيكون في شيء مخصص. أنا فقط بعرف اليوم البرينز أديسون. نعم. يعني exactly. قد الساعة تبعك. ما في داعي البرين يكون شنطة. أي. مدرسية راح يكون يمكن كلها بطارية. فكرت رايح على المدرسة راح يحمل شنطة. شنطة على ظهره. طيب هلأ وضحت الأمور، أنت مطلع على النتيجة تبع أصحاب الاختصاص شو قالوا بهالمنتج؟ ما توقعت إن في ريبورت ثاني، يعني افتكرت إن خلصنا. قلت الله يستر. للأسف أنا كان ودي إني أنا أتواصل معهم وأعرف إيش اللي صار. هيدي النتيجة بدنا نشوفها نحن وياك، شو رأيك؟ خايف جدا من النتيجة، مش خوف التردد وإنما خوف عدم حصولي على فرصة. نحن نعكس هذه النتيجة بالأرقام بالعلامات إن شاء الله بإذن الله. يلا خلينا نشوف نتيجتك. هدف محمد أن يسخر آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا للتعليم الفعال. جودة التعليم يحددها مستخدم الجهاز. في عندنا روبوت بيساعد الناس ما تسمع كتير منيح يتعلموا الحركات الساين لانجويج. في ثلاثة أبليكيشنز، رح نبلش بلغتي. لقطة. اكسلنت. أنا كنت مبسوط جدا إنه طالب ما استغرب الفكرة، بالعكس تفاعلوا معها بشكل سريع. الجهاز شكله حلو وممتاز.
ردة الفعل الجهاز لما كان يطلع الحرف والطالب يحكي الحرف صحيح كان يحيي الجهاز بالشكل هذا، وهذه تحية الصم. إحنا حاولنا إنه يعطي الحرف خطأ، فكنت أنتظر ردة فعل الجهاز، ما كان في ردة فعل. هو الآن أعطى حرف الدال، هو قاعد يعطي الدال. إيه ما أخذته، ما أخذ. هاي بتسوي أنا عندي فجوة بين الجهاز وبين الطفل. المبدأ اللي إحنا ماشيين عليه حلو جدا، لكن في المستقبل بدي أطور أكثر من هيك، بده تعديلات كبيرة الجهاز. محمد يعطيك العافية. الروبوت في نهاية الاختبار فضل الصمت، لكن أنت بالنسبة لك ستصمت الآن أم هل عندك تعليق على نتيجة الاختبار؟ اللي وصلنا له خلال شهرين في نجوم العلوم هو بالضبط التاسك اللي كان معطيني يا دكتور فؤاد، والحمد لله نجحنا فيه. الخطوة الجاية راح تكون أصعب بكثير. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، جزاكم الله خير. شكرا. شكرا لك. العمليات الجراحية التقليدية تتم اليوم بواسطة المنظار الجراحي. لهذا التطور بعض المعوقات، أحمد نبيل الطبيب تصدى لها وأجرى تعديلاً يحسن من عمل الجراحين. Be careful, there's an inflammation here. وين؟ هني؟ على اليمين. بعد شوي على اليمين. Try to visualize the appendix. ماني قادر أشوف. There's blood all over. Nurse, please clean the lens. Try now. العدسة كلها دم. I can't see. Nurse, clean the lens again. أحمد نبيل الطبيب يعرف جيداً هذا العالم. أدخل تعديلاً على المنظار الجراحي. يقوم بتنظيف عدسة المنظار تلقائياً لرؤية واضحة. كما يزود المنظار بمؤشر ضوئي افتراضي يشير بدقة إلى أي موضع في الجسم. ابتكار أحمد خطوة جديدة نحو السلامة والدقة. أحمد في الدوحة، كنت مسيرتك طويلة من أنت وصغير مميز، هلأ التميز بين المميزين. أحمد نبيل طبيب ليس كباقي الأطباء، مشهور ومعروف وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي. مرة قريت ارتكل تقول لك أقوى بلاسيبو إفكت هو اتيتيود الدكتور نفسه. متابعوه بالآلاف. مؤثر في وسطه، يوفق بين حياته كطبيب وحياته الافتراضية. هنعدل اللابتوسكوب موجود. صحيح. هنعدله تأثير في عنده تنظيف ذاتي للعدسة وهالبيم أو الضوء الافتراضي تيساعد بالعملية التعليمية داخل غرفة العمليات. هيدا الفيتشرز مع بعضهم مش موجودين اليوم بأي لابتوسكوب إكويبمنت. صح. من هلأ لشهرين بدنا نموذج شغال يثبت إنه هذا المبدأ مفيد وعملاني. سيميليشن باد، أنا صراحة بشتغل معاك يعني. لدى أحمد أسئلة كثيرة كي يستكمل أبحاثه، فكانت له زيارة لمستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية. هل تتكرر عليك مشكلة في عدم الرؤية بشكل واضح؟ تصير عندنا هالمشاكل شوي تعطلنا عن العملية. لو لمست العدسة شحم المريض تعمل فوقي، لمست الدم مضطرين نطلع العدسة برا ننظفها. احنا نتعايش مع هالمشكله من زمان بس ما حد فكر يحل هالمشكله، واللي عجبني اكثر في الموضوع انه حط فيها بوينتر ممكن ياشر يقول شوفوا الاشاره تبعوا الاشاره، حتكون قفزه في عالم التعليم والتدريب وتقليل الوقت. I asked a few surgeons if there's an extra button on the laparoscope, which finger do you prefer to use. لاحمد اسلوب خاص في تطوير المنظار الجراحي. جمعية أطباء رهن إشارته. صباح الخير، أنت بالعمليات؟ ليعتمد التعديل الأنسب في الاستخدام. صباح الخير دكتور جاد، اليوم باخذ رأيك، أبي تقول لي بخصوص الجويستيك، فايش رأيك؟ نحط الجويستيك على ناحية اليسار ولا على ناحية اليمين؟ صباح الخير دكتور سليمان. البروجرس اللي قاعد نسويه الحين احنا بالانفنشن، I'm very happy وين وصلنا. All the people who changed surgery and medicine had to take this leap. Wow.
أحمد يعرف ما يريد، يقوم يومياً باختبارات متعددة مستخدماً مواد متنوعة، والهدف ضمان نظافة المنظار الجراحي. في شيء بالعدسة ما أدري شنو. اليوم من بدايته ولا شيء راضي يمشي صح. الحين اللابروسكوب راح يكون عليه هيد كاب، الهيد كاب هذا فيه شانل تضخ السائل وتنظف. المشكلة إن الهيد هذا انكسر. The properties of this material is not good to work with for a long period of time. This is more challenging than I thought. I have another disappointment. No. Oh my god. This is the handle. Yep. الهيد انكسر، self-cleaning mechanism مو راضي يضبط، الهاندل جريب طباعته ما ضبطت، فكله مصايب من كل مكان و nothing is going as planned يعني. So yeah, it's not your day man. No, so many problems. لو كان كل شيء ماشي بسهولة كان الموضوع راح يكون بورينج وممل. التحدي والتشالنج والمشاكل هذه تخليك تفكر، تخليك تبدع، تخليك تحسن من المنتج نفسه. We will overcome these challenges وهالمشاكل هذه. قبل الانتهاء من تطوير منتجه، زاره البروفيسور لورد دارسي، مدير معهد الابتكار الطبي في إمبريال كوليدج. So let's say you're explaining to me as a junior in the operating theater, you're not scrubbed in, and you want to point and explain things that's happening. Yeah. With your mobile phone, you can do that too. Fantastic. This is brilliant. You see, the problem in surgery, your assistant will look at what they want to look at rather than what I need to look at as a surgeon. That will be useful, but also to teach your trainee in looking at important anatomical areas where you may cut the wrong structure. This is your invention, is it? Yeah. No one else done that? No. It's great. I'm very glad you like it. Good luck. I hope you win this thing. نتائج تجارب أحمد في المختبر كانت واعدة، والأهم نجاحها على أرض الواقع في مركز حمد الدولي للتدريب التابع لمؤسسة حمد الطبية. We thought doing a pre-test is important because the nature of his invention involves many factors that needed to be taken into consideration during the demonstration of the effectiveness and the quality of his invention. هذا البتن هو اللي ينظف اللنس. أنا واحد من الناس إذا الصورة عندي فيها شوية غباشة أو شوية ضباب ما أقدر، لازم أنظف الكاميرا لأن هاي فيها نوع من أنواع السلامة للمريض نفسه. So, okay. Let's do the cleaning. يلا 1, 2, 3. I'm impressed. I'm really impressed. I don't get impressed easily by the way. أنا لما جيت ولما كلموني عن الموضوع ما كنت متحمس كثير، لكن أنا صراحة انبهرت جداً بالنموذج الأولي اللي رواني إياه أحمد، وأعتقد أنه راح يكون له مستقبل جداً 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 رائع. لا ضبابية بعد اليوم، المؤشر الافتراضي لمنظار جراحي ينظف تلقائياً مع أحمد نبيل. تقرير واضح، تجارب مختلفة، تحدي كبير بمجال حساس جداً جداً، ونحن محظوظين معنا عضو لجنة حكم طبيب. شو هو المشكلة اللي أنت عايز تحلها؟ عندنا مشاكل كتير، عندنا ضبابية في المجال الفيلد الجراحي، عندنا كمان أنه في اتساخ مع الدم أو التيشوز اللي بتلصق بها المنظار، عندنا مؤشر للتدريب أنت بتحاول تعمله عشان يعلم شباب الأطباء والطلبة. صح. انت بالضبط النهارده اللي انت وصلت له ايه؟ الفكره كانت في البدايه انا اخذ المنظار الجراحي نفسه بدون ما اغير شكله او اطلع باداه جديده مختلفه تماما بتعديلات as simple as possible، ما يغير شكله ولا يغير طريقه استخدامه، ولكن بنفس الوقت اعالج اكبر قدر من المشكلات اللي انا اقدر احلها. ايه هي المشاكل دي يا احمد؟ انا بسالك سؤال محدد، ما هي هذه المشاكل؟ تنظيف العدسه، يعني احنا 2017، تخيل ان انت 2017 تنزل من السياره عشان تمسحها وتسكر السياره لان ما فيها وايبر او ما فيها اداه تنظفها تلقائيا، هذا حالنا في العمليات، احنا ب 2017 لا زلنا ننظف مانيوال. الشغله الثانيه انا كجونيور في غرفه العمليات وحتى لما كنت ميديكال ستودنت صراحه كنت اتابع مدى معين في العمليه بعدين اضيع، السينيورز عندهم خبره بالعمليات وفي الشاشه وعارفين كل شيء، فيتكلمون بسرعه ويشرحون بسرعه، ولقيت ان هذه المشكله موجوده معي انا شخصيا، فبديت اسال اللي حواليني هل موجوده معاكم المشكله؟ فاكتشفت ان انا مو بروحي، الجونيورز اغلبهم يعانون من نفس المشكله. يعني ناوي ان انت اختراعك النهائي
حيكون كمان منظار جراحي، ولا انت حتعمل ريتروفيتنج؟ بالنهايه انا كاحمد ما راح اصنع اللابروسكوب ماي سيلف، هذا شيء الحمد يعني لله الحمد لله اكيد يعني احس الدكتور زهيري يعني بين لجنه التحكيم لانه بنفس المجال اكبر تالنت ان ارضيه. وانت جربت هذا الاختراع؟ نعم. جربته على ايه؟ جربته على وايد اشياء، جربته على كاتشب، الكاتشب الفيسكوسيتي مالته اعلى من فيسكوسيتي الدم، والدنسيتي اعلى من دنسيتي الدم، الفيسكوسيتي 160 الف مره اعلى من فيسكوسيتي الدم، فاذا انا قدرت ان اي كلين الكاتشب فاكيد انا اي كان كلين البلاد، فجربت كاتشب، جربت مانجو جوس، مانجو جوس الخصائص الفيزيائيه مقاربه جدا للبلاد، فجربت مانجو جوس، جربت باتر الزبده تو تراي سمثينج جريسي، لان الدكتور عبد الله الانصاري كان عنده تخوف من الفاتي ماتيريال، وجربت ماي اون بلاد على اللنس، وجربت شنو الكونديشنز اللي انا محتاجهم لكل. للاسف يا احمد داخل مع المريض ما في كاتشب ولا مانجو جوس ولا باتر. That's why I tried real blood. لكن احنا عطينا يعني الاولويه للدكتور زهيري، بعدين رحتوا تحكوا كاتشب مايونيز ومانجو. كنت انا حكيت هالحديث يعني انا بتمنى احكي، فكرتكم تحكوا دم وفات وتشوز. شو رايك دكتور خالد؟ انت عندك ابتكارين، اذا لك الخيار واحد منهم بس اي واحد فيهم تختار؟ سؤال وجيه. سؤال صعب. وهذه 3 ثواني هي نفس اللحظه اللي سالني فيها تفضل هذا او هذا، فهني كنت قاعد افكر فعلا انا قلبي يميل حق اي اختراع اكثر. انا قلبي يميل للتنظيف، ميكانيزم التنظيف نفسه، لان احس انه فعلا مشكله حقيقيه، بس ايضا البوينتر يعني ما اقدر اتخلى عنه، لان انا طبيب في هذا المجال ومريت بهذه المراحل، كنت مريت بمرحله التعليم والتدريب هذه. اذا تفكر من ناحيه جدوى، خلينا نقول اذا تشتغل مع شركه هي تصنع وتخاطبهم تقول لهم انا عندي هالبتكار، ناحيه امكانيه تنفيذ كمان. إيه؟ امكانيه تنفيذ خلاق بالجواب. ساعدك ساعدك انا. الفيرتشوال بيم اسهل في الامبلمنتيشن طبعا. ليك قول لهم انا رح اخذ التنظيف واعطي الفيرتشوال بيم لصادق يسوقها. خلص شو رايك؟ صح. هذا موضوع روج الدكتور فؤاد بقلب البرايم، بس ما اتوقع ان هذا صحيح. المشروع 100% ملك الدكتور احمد نبيل اشكلاني. مش شغلتك الفيرشوال بيم، اعطيها لصادق هو بيسوقها وبيرد لك الفلوس بيشارك معك وانت مشي بالتنظيف. كان داخلي صوت قاعد يقول لي اذا اخترت واحد الثاني راح تعطيه اقل اهميه، ما كنت ابي اسوي هالشيء. احمد شو تلبكت يلا؟ لا مو تلبكت، قاعد احاول افكر انه اي واحد فيهم راح يختار. ما عجبك جوابي انا؟ لا بالعكس. طيب قول له ليه وخلص. الفيرتشوال بيم اعطيه حق صادق، والتنظيف حق بروفيسور فؤاد. هيدي منيحه، هاي نعمل شغله لصادق. انقذني الدكتور فؤاد بالاجابه ورحت معاه. شو هي الشروط المثاليه وقت اللي بتكون الكاميرا باللابروسكوبي شغال وما في ضبابيه؟ الشروط المثاليه بالنسبه للحراره والهيوميديتي. انا قريت ستادي من تورنتو، بس بصراحه الارقام ما تحضرني، بس أنا دائماً عندي قاعدة أن الفكرة مو أنك تحفظ، الفكرة أنك تعرف توصل المعلومة متى ما تحتاجها وتعرف توظفها. أنا أسلوبي غلط، أنا بحفظ. لا لا ما شو بدي أعمل صحيح. يعني هل أنت معلش بس أنت تغلبت على الضبابية هنا؟ أنت ما عملتش حاجة للضبابية. دكتور زهير الضبابية المشكلة تصير لما يصير في تمبرتشر ديفرنس. يس. التمبرتشر ديفرنس شلون تتغلب عليه؟ أن تقلل الديفرنس هذا، شلون تقلله؟ أن تستخدم ورم سولوشن. إذا في ضبابية هل حلك بينظف الضبابيه مع انه ما في شيء وسخ مجمد، في بس ضبابيه، هل بيعمل كليرنس يعني بينظف اللنت؟ الجواب انه ينظف الفوق بس كان يسحب اجين ستيم. طيب هلا يعني السيميليشن ما كان صح، السيميليشن صعب. انت بتقول بينظف الستيم وبينظف الصحون وبينظف الكاتشب والمانجو بيعمل كل شيء، نحن بدنا نشوف شو راي الخبراء اللي عملوا لك فحص. انا بعرف انك انت بتحب الفحوصات الطبيه، انا بكرههم، ولكن انا طلبت هذا الفحص العلمي حتى نشوف شو عملوا معك. ان شاء الله. لاثبات فعاليه منظار احمد نبيل، اختبار دقيق تقوم به مجموعه اطباء في مؤسسه حمد الطبيه في قطر. راح نعرض منظار الجراحي للاشياء اللي فعلا تؤدي الى التساخن ونقارنه بالوقت مع اختراع اخونا احمد. كلين. لا كلين اجين. اوكي اتس فاين.
الحين طبعا بنستخدم الزراع احمد كلين استلم نت ساتسفايد. المشكله اللي شفناها كانت ان العدسه طاحت شوي ورا اللايت. سقوط العدسة أدى إلى أن احنا لما نعمل عملية التنظيف بالماء تفضل دائما نقطة من الماء تكون موجودة كانت تعمل لنا ضبابية على الصورة. بالرغم من المشاكل التقنية اللي واجهها اختراع أحمد واللي واجهناها اليوم، اختراع جدا واعد، وأنا كجراح مناظير أعتقد أنا لو توفر لي هالاختراع هذه راح أكون سعيد جدا إني أستخدمه. أحمد يعطيك العافية. الله يعافيك. الدكتور استخدم كلمة لو. يبدو أنه بنفس الوقت ما يبغي يظلمك لكن بعد ما يبي يجرحك بنفس الوقت، وتعبر بنفس الوقت عن خيبة أمل. خلنا نقول أنت خاب أملك. أنا برأيي أن الجراح يجرح ما يهمه، يقول رأيه بكل صراحة. أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا لك. شكرا. بقي لدينا لهذه الليلة مشترك ثالث يحلم بالتأهل. اللجنة لن تعطي كلمتها قبل المواجهة الأخيرة. فاصل قصير انتقهوى خلاله ناخذ قهوة عربية، وتتابعونا عبر موقع البرنامج starsofscience.com وصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أيضا. خلكم معنا. مجدداً مع تصفيات بناء النموذج في الموسم التاسع من نجوم العلوم، مجدداً مع ضيفنا في البرنامج صادق قاسم. صادق، خلال المواجهتين اللي شفتهم قبل شوي مع محمد الجفيري وأحمد نبيل من الكويت، شنو أكثر شيء لفت انتباهك؟ هل مثلاً المشاريع نفسها أم دفاع المشتركين عن مشاريعهم؟ المعيارين اللي أنت تفضل فيهم، المشاريع نفسهم يعني كل مشروع قاعد يخدم شريحة كبيرة. عندنا الأخ محمد الجفيري قاعد يخدم شريحة 150,000، أما الدكتور أحمد نبيل قاعد يخدم شريحة جداً مهمة اللي هي الجراحين أثناء العمليات. أما بالنسبة حق الدفاع، كل واحد قاعد نشوف أنه قاعد ياخذ وقت طويل أنه هو قاعد يرد على تساؤلات لجنة التحكيم، وإن كانت أنه في بعض الأسئلة للمشتركين أثنيناتهم ما جاوبوا عليها بشكل مباشر من تساؤلات ما جاوبوا عليها. نعم. طيب أنا بجواب مباشر بالنسبة لك، شنو مشاريعك المستقبلية؟ عندي مشروع إن شاء الله راح ينزل بشهر 10. هذا البوم، هذا مو مشروع بعد، لازم أنت تحضر له. عملية التطوير خذت وياي سنتين، وهو يختص في أحد التقاليد والعادات اللي إحنا نمارسها بشكل يومي في منطقة الخليج. صادق، منالك إن شاء الله كل التوفيق. شخصياً عن نفسي صراحة ما استفدت من مشروعك اللي شاركت فيه في نجوم العلوم وفزت، اللي هو لفحص العينات البترولية، لأن أنا وغيري من محبين القهوة العربية بشكل كبير جدا. في هذا الموسم احد المشتركين يعشق القهوة العربية ويريدها ان تكون في متناول الجميع. للقهوة العربية عشاق، للحفاظ على نكهتها أصول، ولصبها من الدلة قواعد. وسام ابتكر جهازاً خاصاً بصب القهوة العربية بالطريقة التقليدية، يحرر من صبها يدوياً ويحافظ على نكهتها العربية الأصيلة. مع وسام القهوة العربية أصبحت عالمية. أنا شايف مجموعة خليجية، كويتي سعودي قطري، ثلاثة تكون مميزين. وسام شايفه منافس، شو هي المهارة من هندسة الكمبيوتر اللي مجهزتك أكثر شيء لهذه المنافسة؟ System Analysis، تحليل النظم. والتحليل من أجل التحليل؟ التحليل لأجل التنفيذ. من كان تحليله محرق كان تنفيذه مشرق. بدنا نعبي قهوة عربية آلياً باستخدام روبوت.
الصعوبة تبع اختراعك الهندسي هو أنك تصبها من الدلة وتعطي حقها للقهوة العربية. ما في أي جهاز في السوق بيقدم هالقهوة العربية بأسلوب وثقافة العرب. الامتحان وقت اللي بيجي أنا بعد شهرين بطلب فنجان قهوة عربية وبشوف. النتائج أمرها على الله إن شاء الله، بس إن شاء الله أنها تكون حاجة رهيبة. We're here to discuss a little bit the direction of the Dalla project. My idea, I'm going to build a manipulator with a 5 degrees of freedom so we can bring the coffee as Arabic traditionals. It sounds wonderful, but the kinematics of this motion is quite complicated. We're talking about a station which is fixed and people come to the Dalla station and yeah. They get the cup of serving and then get another cup. الفكرة اللي قدمتها كانت روبوتس، بس مع المنتور اتغيرت الى جهاز، فكل شيء انا كنت مرتب له اتغير بشكل كامل. هو مفهوم الروبوت از هيومانويد يعني مثل الانسان، نحن مفهومنا الروبوت از مور از ميكاترونيك سيستم. التحدي الاكبر اني ما امشي على خطتهم. انا اعيش بمزاجي وليس بمزاج لا المنتورز ولا المحكمين. I don't think you can have like a very fancy device with such a cheap gun. نصور مشتري دلة جديدة ما عجبت الدلة هذه. ولا نقي لك دلة غير شكل، شو رأيك؟ أهم شيء إنها تكون حجمها يعني صغير ومناسب للأرض. I think there's a shop here. Huh? All right, man. Here you see a lot of different ones. Yes. This is gorgeous. Do you also see that it's a different material on the inside? I would go with this one if I had to choose. So we can take this one. Okay. جربت أقنعه إنه ياخذ وحدة ثانية فيها زخرفة أكثر، ما اقتنع معي. So that's what you like? You yes. Go with this? I can okay. Go with this. Oh, welcome back. أهلا أهلا. والله نقيت شيء قديم يا أخي، حلو. Now, we did the electronics and we did everything for you, but now is the hard part. Now you're going to have to put the Dalla and see which rotations you want it. That's the challenge for you. فهم وسام كلمة التحدي بأسلوبه وترجمها بالعمل على فكرته الخاصة وهي روبوت متحرك. صدق هل بتسويه؟ والله بسويه لي أنا، حتى هو مقتنع فيه. أنا هنا في اللاب بشتغل على الجهاز اللي هم طلبوه، بس برضو بالإضافة أنا قاعد أشتغل على روبوت بيصب قهوة بشكل روبوت حقيقي بيتفاعل معاك كروبوت وليس كجهاز. Let me see what you've done. كان في وقت طويل وكذا، صممت هانس. انت ما عم تسمع مني لانه I was hoping you could start practicing انه هيدي ببرمها هالقد بحط الفنجان من هون بشتغل. There's so much work to do وما في وقت ابدا. البورينج مستحيل هو بس هي شغله منها هينه ابدا. عم بيعمل 3D printing لارمز وعم بيركب سيرفو موتورز بين اللينكس اللي عم بيعملون، هذا شيء معمول قبل ما في اختراع، لازم يكون عم بيحط مجهوده على البورينج. انت بالكاستنج قلت فكره هذا مو هذا صح؟ بس هم عندهم ركز على هذا واتقنه، هني تاخذ سكور عالي. دكتور احمد حس انه زي امي يعني. الاحقه عشان اتاكد انه هو خلص التاسكس مالوته، ماشي على الجدول ولا؟ ايه ماشيين على الجدول. انا احس هذا ما راح يخلص اون تايم. خلينا نشوف. اول يوم مشيناها. ثاني يوم الرجال كب شغله جاي يشوف انا ايش سويت. لو تشتغل على هذا مثل ما قلت لك انا. يا رجل. خايف عليه اكثر من امي. اليوم وسام طبع لتر رسمي مختوم وموقع منه هو: أتقدم إلى سعادتكم أنا المواطن المغلوب على أمرك وسام، وذلك لطلب واحد بسيط يرحم أمك فكنا من قروشتك. مرحبا يا مرحبا. روبوتكس، خبرني شو عملت؟ لما تقابلنا مع المنتورز بيكون ديزاين بسيط جدا، الدلة بتلف وتصب في الفنجان هنا، وهذا شيء جدا بسيط يعني إن شاء الله إنه مقدور عليه. إذا هذا شيء بسيط نعمل؟ أنا استغلت الفرصة إني أسوي شيء يعني شوي أعقد. أوكي. هذه تو ويلز إنها تتحرك. صار اللي أنا بسويه إن أنا بخليه فعلاً روبوت يتحرك، تعمل نافيجيشن توصل لك وتصب لك القهوة. وأنت قادر تعمل هول اثنين؟ بعد أسبوعين لو زرتنا بإذن الله حنقهويك بإذن الله. والله هذا عنا من هون تقريباً صار مستقل عن اللي عم يعمله معك الخبير. اللي يعني حاولوا يعملوه هن الخبراء معك بهديك اللي سميتها أنت بسيطة، عمل هالفلوت شارت؟ لا هنا ما عملت بس هيدا بجمعتين كنت لازم تعمل فلوت شارت لهيدا. انت عامل هيدا؟ وين الخطه اللي براسك؟ حاولت تعقد الامور ونجحت بتعقيدها. هيدا لعبي، اذا بدك تعمل توي كنت فيك تضلك بالبيت. اللي عم تقول عنها بسيطه انا باكد لك انه هيدي مانا بسيطه، هيدي دقيقه. بعد زيارة البروفيسور فؤاد استمر وسام في تطوير منتجه، ولكن هل تخلى فعلا عن فكرة الروبوت المتحرك؟ قهوتك تحت الطلب.
الدلة الروبوت للقهوة العربية مع وسام منشي. أول شيء شكراً على مساهمتك العظيمة. بدي أسأل هيدي الدلة الآلية. نعم. إذا كانت مليانة. نعم. كم فنجان قهوة فيها تعطي؟ تعطي تقريباً ما بين 8 إلى 6 في هذا المدى. 6 إلى 8. نعم. بعد كذا هم بنرجع نعبيها. نعم. طيب هن 6 إلى 8 وقت بيكونوا بقلب هيدي الدلة. نعم. بيضلوا سخنين لأنه هيدي هيئة ستاند موجودين. مش محطوطة على الفحم مثلاً. نعم. شو بصير فيهم؟ في سخان بيضلوا سخنين ولا لا؟ لا بس في مجال فاضي هنا ممكن نحط سخان حراري أسفل. هلا بيبردوا ما هيك؟ نعم. مثل هاي القهوة اللي قدامي. نعم. قهوة باردة. بتكون زي. طيب فيك تقول لي وقت اللي بصب أول فنجان. نعم. قديش بيبرم هذا الموتور؟ 59 درجة. مع أول فنجان 59 درجة؟ نعم. وفنجان رقم 4 قديش بيبرم الدلة؟ تقريباً. بيزيد ما بين 3 إلى 4 دقري في كل مرة. 3 أو 4 دقري. فيك تفرجيني قديش حولك الدلة عندك؟ برمى بإيدك. فرجيني قديش بتكون 3 درجات. 3 درجات؟ إيه؟ هيدي 3 درجات. لا مش هيدي مش 3 درجات، بوعدك. المشكلة هو سألني سؤال ذكي يعني، هو بيحسب إيه يقدر يحسبها بسرعة ويطلع الناتج، فما كنت بقعد أحسب في مخي كم الرقم اللي هو يمكن يتوقعه. فما كان في وقت احسب وهو بيسالني وكان في تنشن علي يعني الكاميرات عليك. طيب وقت البلش صب القهوه وبدي اخلص بضل الفنجان محله؟ لا بيتحرك. قديش بيتحرك؟ بيتحرك ما بين 3 إلى 4 سنتيمتر. فيك تحركه 4 سنتيمتر بدا شيء؟ لا هذا اللي في هندل هنا ما راح ما بيش. بس فرجيني بدا شيء 4 سنتيمتر بايدك، حطها على الريل 4 سنتيمتر بدا شيء؟ يعني تقريبا ليك 4 سنتيمتر هالقد. انت عم تقول لي انا عم صب نفس الفنجان بتحرك هالقد؟ لا بس لا ما بتحرك يعني حد. انت ما بتعرف ليش تحرك. والله توترت شويه بس يعني بعدين قلت خلاص زي ما هي خربانه خليها تكمل. لا بدي كفي معك. اوكي اول فنجان بتقول بتحرك 4 سنتيمتر. نعم. فنجان رقم 6 ليش بده يتحرك؟ هو البوزيشن تبعه بيتحرك فيه ماكسيمم هنا 7 سنتيمتر. هي الماكسيمم شو هي؟ عم تقول لي رينج اوف ترافل ما بدي، عم تقول لك انا وعم صب الفنجان، انا نعم. وعم صب لانه انت وعم صب ما بتصب بنقطة بتصب بخط. بس قلت يا رجال يا خلاص يعني انت بالفاينل يعني انت وصلت لمرحلة انت فيها يعني زي ما تيجي ورمينا رقم. انا عم اقول لك هيدي المعادلة يلي كنت لازم انت تكون عامل. نسيت الارقام ونسيت ام الارقام ونسيت اول ارقام. ما توقعت اني احفظ ارقام عشان اجي اسمعها وفي النهايه هي معادله، انا حفظت المعادله ونسيت الارقام. بون اللي بيجي انا جيت اول فنجان اعطاني كثير كان كريم، اذا وراي الدكتور زهيري اعطاه نص الحجم، اذا الدكتور خالد يلا داق القهوه. ليش ما عم يعطيني نفس الكميه لكل الزبونات اللي بيجوا ورا بعضهم؟ صعوبه في موضوع انه قطر الدله بيتغير من التوب الى الداون. تعرف ليش سالتك كل هالاسئله؟ نعم. ليش؟ جاوب. عشان المعادلة اللي طلعتها ما كانت دقيقة؟ لا مش المعادلة. نعم. تبرهن لك انك ضيعت وقتك وفرصة ذهبية ببرنامج نجوم العلوم بدل ما تعمل شيء كثير دقيق وعلمي وتعرف تجاوب على الأسئلة وتعطي نفس كمية القهوة لكل المشاركين ورا بعضها وبدون ما يكون في قهوة عم تنكب على الجوانب وتعطيني جواب علمي، لأنه هلا ما أعطيتني ولا جواب علمي ولا شيء علمي أعطيتني إياه ولا شيء تكنولوجي. ليش؟ لأنك رحت قضيت وقتك تعمل لعبة. وهيدي الشيء اللي قلت لك عنه إنه من وهين وهيدا علمي ودقيق ما عملته ولا فهمته. انعمل بس مانك فهمان كيف بيشتغل. ولا عملت له كاليبريشن ولا عملت له فاين تونينج ولا صار شغال مثل ما لازم يشتغل. لأنه ما كان عندك وقت، شو كنت عم تعمل؟ كنت بعمل روبوت أوبن شاين بين هذا وكلوز شاين. أوكي، هيدا الروبوت اللي أنا برأيي لعبي. إذا عمل صب قهوة عربية بيد فنجان وبالتانية في عندك دلة وعباها أنا بمسك هيدي وبكبها هي وبتبنى اللعبة اللي أنت عملتها ومنقول نحن منعتذر منك لأنه وجهناك بالطريقة الخطأ. شغالة أشغلها قدامك؟ بدي أشوفها. أبشر. تفاجأت أنهم قالوا لي جيب الروبوت لأنه هم ما كان هذا الشيء مرتب لي. وأنا كنت خايف أنه أنا أنقل الروبوت أنه مسمار يطيح ولا سلك ينفلت وما حيشتغل. إذا عندك شيء تفرجينا يرجع، أكيد إذا ما أكيد. عندك لا ترجع. لا أكيد أكيد دكتور أنا كيف؟ أنا طول ما أنا واقف وقدام الروبوت أقول يا رب اشتغل لأنه خلاص الروبوت شيء يشتغل لحاله، فأنت تشغل وتدعي ربنا إنه يضبط وضعه. الفنجان هون بدي قهوة. أوكي.
الحين حقدم لك الفنجان. خذ الفنجان. وبعدين؟ حقدم لك حبة تمر. اسمعنا شوي، المفروض يكون كذا. اوكي. انت اخذت اي حاجة؟ اخذت حبة تمر. بدي ارجع عن جديد. يا انك تهز الفنجان بيقول لك خلاص اوكي، يا انك تهز هون على الكاميرا. اي هزه كذا، يلا حطه. او اذا ما هزيت؟ اذا ما دحين خلاص انت هزيت ما راح يصب. طيب. لكن حط الفنجان. هلا رحنا ورجعنا جينا عن جديد، شاف في شخص قدامه. اوكي. بس حط الفنجان، حط عشان نفترض انه يكون في فنجان. اوكي. كمان حبة تمر. لا، الأول حيعطيك الفنجان. حيعطيك الفنجان الأول، بعد ما تاخذ الفنجان حياخذ التمر. كمان. لا فولو يا عمي. أنا كنت بشوف المنتورز ودكتور فؤاد لما زارني وقال لي أسمع كلامهم، وكنت أقول في نفسي يا شيخ لو سمعت كلامهم. هلا جمعت إلكترونيكس وحطيت ترمبة بفتكر بتضخ قهوة على الفنجان. أنا اللي هلا شفته وأنت عامله بإيدك، يعني بحييك إنك أنت مهندس عندك مهارات. أنا برأيي لو سخرت معرفتك وطاقاتك ومهاراتك على هديك الماشين كنا انتهينا بماشين أكثر بكثير من اللي شايفه أمامي. هلا انتهينا بلعبة وبماشين غير مكتملة أنا برأيي. بس ما عملت اختراع. أنت برأيك هون في اختراع؟ إذا بجيب أنا سنة ثالثة هندسة كمبيوتر واتصالات أو كهرباء. نعم. سنة ثالثة بيقدر يعملها تماماً ولا لا؟ يقدر يعملها. يعني هذا بديهي للناس بالاختصاص، بديهي. بينما هداك التحدي اللي هناك غير بديهي. هذا الفرق ما بين الاختراع وما بين التمرين. صحيح. مع كل الملاحظات اللي أخذتها إلا أني أظن أني سويت شيء جيد وسويت أفضل شيء ممكن أقدمه، وإن شاء الله أني معدي المرحلة. بهالوقت نحن رح نشرب قهوة عربية صبينا باليد صحتين. خلينا نشوف نتيجة الفحص تبعك. تفضل. كي تصبح القهوة العربية عالمية، على اختبار وسام أن ينجح. اليوم يوم الاختبار. دلة وسام جاهزة والضيف حاضر لتذوق فنجان قهوة. أول فنجان صبت القهوة بطريقة كثير منيحة وما صار في كب قهوة برات الفنجان. عجبني؟ اكسلنت. أعطت لهون. جربي بعد مرة. صار ثالث أو رابع فنجان وعم تعطيك نفس الكمية. صارت نقطة. إيه هالمرة بس وصلنا على رابع فنجان صرنا نلاحظ إنه الكمية مانا مقبولة. بالنسبة للتايمينج وقد ايه اخذت وقت لتصب، بفتكر التايمينج كان كثير منيح. صبت 8 فنجان بس مانو مليانين. المنيح انه ما عم تكب القهوة برا. المشروع حسيته انا ناجح بس بده شغل بعد ككاليبريشن تيعطي بيرفكت ريزلتس. حسام يعطيك العافية. الله يعافيك. يا اخوي تعودنا من واحنا صغار الكرم العربي تم نفس مقدار القهوة، لكن قاعدين نشوف ان المقدار عندك في كل فنجان قاعد ينقص وينقص وينقص وينقص. وضعاً لحال الأمة العربية. وضعاً لحال الأمة العربية منذ القدم إلى الآن، الكرم الضيافة العربي لم يتغير. يمكن عندك أنت؟ لم يتغير، لا. عندك تغير؟ لا، ما تغير. طيب، إيش رأيك بالمواجهة اللي صارت مع أعضاء لجنة التحكيم؟ أقنعوك؟ أكيد أقنعوني. أكيد أقنعوني. أقنعوك بأن؟ بأن المفترض أسمع كلام الكبار. الآن اقتنعت؟ الآن قد وصلنا الفاينل. الله يستر عاد. أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا لك. آمين. إذن مواجهات الليلة انتهت وحان وقت التصويت، والكل متشوق أكيد لمعرفة النتائج. فاصل تابعونا فيه على موقع البرنامج starsofscience.com وصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. خلكم معنا. أهلا بكم من جديد. مصير الثلاثة يحدد الآن.
أكيد الكل يعرف أن مشترك واحد فقط سيغادر البرنامج. واضح أن لكل عضو في لجنة التحكيم مرشح مفضل للخروج من البرنامج. من سيتأهل لمرحلة تقييم الأسواق ومن سيغادرنا نهائياً؟ محمد، أحمد، وسام، تفضلوا. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في هذه اللحظات الحاسمة التي لا تملكوها بأيديكم، وإنما في الأجهزة التي بين أيدي أعضاء لجنة التحكيم. أعضاء اللجنة الموقرين، تفضلوا بالتصويت. شكراً لأعضاء لجنة التحكيم محمد، أحمد، وسام. تعرفون قوانين وقواعد اللعبة. واحد فقط يجب عليه الخروج من هذه المرحلة، ولو تقاربت النتائج، ولو تقاربت المجهودات من بينكم، ولو حتى تقاربت آراء أعضاء لجنة التحكيم في تقييمكم. بالنهاية حتى لو كان الفارق 10 نقطة، يجب على واحد منكم المغادرة. مستعدين؟ أكيد. طيب، راح أعلن الآن عن الشخص الذي سيخرج خارج أسوار برنامج نجوم العلوم في موسمه 9. للأسف وبكل احترام وتقدير لشخصه الكريم، جاءت النتائج بخروج وسام من هذه المرحلة. أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا. خارج أسوار برنامج نجوم العلوم. أما المركز الأول، أحمد ومحمد إسمان تلازما دائماً منذ أن عرفناهما. محمد وأحمد، نتائجكم 86 لكم أنتم الاثنان، فبالتالي ليس هناك أول وثاني، إنما أول مكرر. شكراً جزيلاً لكم. تصفيات هذه المرحلة مشاهدينا الكرام لم تنتهي بعد. مشتركين آخرين سيخوضون التجربة نفسها في الأسبوع المقبل. تابعونا عبر موقع البرنامج starsofscience.com وصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. أما الآن أستودعكم الله، مثل ما على الحب التقينا على الود، دائماً نلتقي. في أمان الله. أعتقد أنا دائماً قدام الكاميرا مبتسم، بس المرة فعلاً زعلان يعني أنه وسام راح يغادرنا. وسام شخصية جداً رائعة. أنا تارك الدكتور أحمد أمانة في رقبتك، أهتم بي، أعتبره ولد من أولادك. لا تضيع الأمانة. راح أفقد أخو عزيز علي. يس. ما أحس إني خسرت، بقد ما أحس إني كسبت صداقات. روح وتثبت للعالم اختراعك شلون راح يشوف النور، وراح تخليه بإذن الله في كل بيت. راح أكون أول واحد يشتري المنتج مالك. الله يسلمك. راح أفتقدك. وأنا بعد راح أفتقدك. تسلم حبيبي. خروج من البرنامج ما هو نهاية، هذه البداية لأشياء جديدة إن شاء الله.